بسم الله، رسم السيركل في برنامج الكيو كاد. باجي هنا اختار ان انا هرسم سيركل، بيبدأ يديني ادوات تساعدني في رسم السيركل. هنا ممكن اختار ان انا هرسم بالطريقة العادية، ان انا بحدد نقطة المركز وابدأ اسحب واعمل اكتب بنص القطر. انا ممكن اكتب هنا نص القطر في الشريط اللي تحت دوت اللي هو كان برضه موجود في الاوتوكاد، او ان انا اسحب بالماوس بالشكل دوت. يبقى انا كده رسمت السيركل بتاعتي، وممكن استعين بالادوات ديت ان انا اخلي سناب على الجريد او على النقط او على الحواف بتاعت الدايره زي ما انا عايز، او ممكن اقول له انا عايز ارسم دايره بس تسيب ان انا اكتب الراديوس 200، تمام. وهتبقى احدد، بس احدد النقطه بتاعت نص المركز هو اوتوماتيك هينزل فيها بالشكل دوت. او ممكن اقول له سيبني احدد اول نقطه وتاني نقطه وبينهم ارسم الدايره. فدي ادوات كتيره جدا بتساعدني في ان ارسم دايره عن طريق مثلا 3 نقط، ارسم دايره عن طريق ان انا اعمل اوفست لدايره معينه، يعني بيديني ادوات ان انا ممكن اعمل مماس للدايره، تمام. فكل دي ادوات بتساعدني برسم الدايره بطريقه سهله وبسيطه على اساس ان انا اخلص الشغل الهندسي بتاعي.